يا عمو اخي رجل هلا ما جاب لنا الخبزات. سالني وقلت له عنا خبز بكفينا اليوم. يا عمو الخبزات يلي عنا يا دوب يقدونا لليوم. مندبر حالنا فيهم من دون ما يسمع تنقيرات معلمه، هاي هي وطابخين مجدرة اليوم. ليش يا عمو اخي اشتكى لك شي من معلمه؟ من دون ما يشتكي لي، انا بعرفه لابو معروف، واحد مأنشح وما بيطلع عن القرش المبخوش، الله يصطفل فيه. اي والله يا عمو معك حق، الله يبعث له شغل بفرن احسن ويخلص من ابو معروف المأنشح يا رب. امين، الله يجبر خاطره بجاه رب العالمين. امين يا رب. يا عمي كريم شرف. الله يزيدك شرف عمي. خلص هاتك يعني. وايد تعال هون لشوف، انت اخذت من تركي وعطيتها 3 قروش، هدول حقهم 4 قروش. شبه ايه ولا يهمك، غير الشرف. مخبيه بايدك. لا تحرج حالك، بس الغلط مردود. لك انه غلط، هذا اكل حرام سواد. امرك عمي معروف، وانت انتبه. امرك معلمي امرك. سلام عليكم. ما لحقت تعدون، شو عم تحد غلة؟ امرك شر. لا حول ولا قوة الا بالله، انتبه. ها تأمر. وينك؟ كل رغيفي بالقص، بدي دفعك حقه. عرض الله عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. وين هرباني يا متليكي؟ وين يا عيني؟ الله اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. دي صاروخ يا عيني. رشدي. ايه معلمي. لا وين طرشان؟ لا والله كنت عم بيع حدا. ايه الله يعطيك العافيه، انا ماشي. دير بالك على الفرن بغيابي، الله يرضى عليك. تأمر معلم. وينك؟ لا تطبش بالوزن، ها؟ الميزان هيك، ها؟ تمام؟ على الليبرا. امرك معلم. يعني اذا بيعمل هيك بتيم للرغيف، الله يرضى عليك. تأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك ان شاء الله بيسلموا هالايدين. الله يسلمك يا عمو، في شي تاني غيره؟ كتري البصل وقلي منيح، لانه اخوك بيحب البصل المقلي على المجدره. على عيني، بتأمريني بشي تاني؟ لا حبيبتي يسلموا ايديكي. ماشي. بتعرفي يا عمو ان شاء الله اخي ما ينسى يجيب المخلل واللبن، شنو اكله المجدره طيابتها بالمخلل جنبها. لا ان شاء الله ما بينسى. يلا روحي انتي كملي الطبخه مشان لما يجي اخوك يكون الاكل جاهز. حاضر يا عمو. يلا. قدي بدنا عمي؟ 10 رغيف يا عمي رشدي. يلا براسي. ها وهي 12 رغيف. 10 بس قلت لك. معلش خيو دعينا. الله يرزقكم يخلف عليكم. حبيبي سلام عليكم. طب عمي رشدي اهلين، اعطينا 5 رغيف. 5؟ ايه براسي. تفضل شرف، ما بدنا شي عمي، دعينا بس. الله يرزقك. الله معك. اهلين عزو، شلونها؟ الحمد لله. شلون الوالده؟ صارت احسن؟ يلا يا رب تعال الا. ها خذ هدول ولا تدعي لنا. مشي الله معك. السلام عليكم. اهلين رجدي. شلونك معلمي؟ والله ألف الحمد لله. شرف، هي غلة اليوم كلياتها. يا عيني عليك. هات هات. شرف معلمي. بس ولا بليس ما؟ لا مشي الحال. ايه اللي شو؟ هي الغلة كلها؟ كلياتها. بري عليك، لفة؟ الحمد لله كل الخبزات. ايوه، وأخذت نجرتها؟ مشي حال. يا سلام. لكن الله يرضى عليك، بتروح ما بتتأخر بكرة الصباح، ها؟ تأمر معلمي، لازمك شيء. سلامتك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.